wishes of your heart, and how they give us hope, and how they give us life in Jesus. Hallelujah. هلا رح نعمله، رح يقربوا ياخذوا شهادات، رح يتصوروا معي، رح يروحوا عند القسيس يتصوروا معه ويقعدوا هونيك ويعطونا مثل شهادة صغيرة عن الله شو عمل فيهم بخلال البايبل سكول. امين. بقى تشجعوا الرب عظيم. بقى منبلش بكريستين. زقفوا لسامو. مرسي سامو. اوكي. بشكر الرب كرمال التعليم، لانه عن جد كنت عارف حالي انه بعرف الرب قبل ما يبلش يتعلم هون. بس بلشت اتعلم تعلم بايبل سكول، صرت اعرف انه ما بعرف شيء عن شيء عند الرب، لانه المعارف الحقيقه هي بتخلينا انه ما بنعرف الرب، لانه الرب هو كبير اكبر من ان احنا بنفكر فيه. فانا كثير تعلمت، وانا بشكر الرب كرمال اسيس وهو مع اللي اعطيني حتى يتعلم بخلاله، لانه هو ممتاز وبحبه كثير. وكنت اشتهي اجي على المدرسه، وكنت اشتهي الوقت كنا ناخذ المدرسه مع بعضنا. وبشكر الرب على كل شيء. شباب صباح الخير. اولا انا بشكر الله، وهذا نعمه الله اعطاني اياها النعمه. انا مش بقوتي، وصرنا 3 سنين تقريبا اكل معنا هيدي الخدمه، بالفعل كان معجزه وكان ضغوطات. كل الاغلبيه الكنيسه بيعرف انه كيف كان الاسيس الي عانى من مرض، ونحن كمان نفس الشيء كمان تعانينا من هذا الشيء. كان الهجوم علينا عم بيصير، وكنا عم نصد، وكان الاخوه كان عم بيصلوا لنا لحتى نحن نتخرج. وبشكر الله، يعني برجع بقول انه هيدا كان نعمه من عند الرب اعطاني اياها لحتى اكون هون. وانا بالنسبه لي هذا اسيس حلم. وانا بشكر اسيس سعيد كمان، لانه هو كمان وقف حدنا وهو دعمنا. واسيس لي كمان انا بشكره من كل قلبي، لانه بالفعل انه كان عم بيعطينا التعليم من قلبه، عم بيسهر بيعطينا بيشرح. ويعني كنا نقعد يمكن 2-3 ساعات بالجلسه كان بيعطيني. وانا هذا الشيء بالفعل تغير حياتي، لانه كان عندي نظره بالكتاب المقدس، صار عندي شيء. هلا صرت اعرف كيف افوت بعمق الكتاب المقدس، كيف اوصل للايات، كيف اطلع الايات، كيف انا اغذي حالي، كيف ادافع عن حالي بالحرب الروحيه. هذا الشيء كله كمان الفضل للرب وللاسيس ايلي. بشكركم. هللويا. باسي هللويا. جود مورنينج. I want to say praise the Lord, and I would like to say thank you for Pastor Eli, and I would like to say thank you for Pastor Said. بقول انا بحب اشكركم جميعا، بحب اشكر الله
على الفرصة اللي أعطاني إياها معهم. بحب أشكر أسيس إلي وأسيس سعيد. I cannot explain three years in this few minutes, but I can. I want to say something about this three years course. ثلاث سنين ما كانوا هينين. ما بعرف شو بدي أقول, بس حابب أقول شيء صغير. In these 3 years, I learned how to interpret the Bible, how to serve our my God, how to communicate with people, how to speak about my God. بعد ثلاث سنين تعلمت كيف أقرأ الإنجيل, كيف أسمع لصوت الرب, كيف أتعامل مع الناس, كيف فيني وصل كلمة الرب للآخرين, كيف فيني شارك بكلمة الرب بطريقة أحسن وأوضح. In these 3 years, I saw in my teacher, he's my pastor Eli, but actually Holy Spirit is our teacher, but Holy Spirit used men like pastor. So I saw life in him, life of Jesus Christ. He's polite. He loves people. ثلاث سنين قعدنا, وطبعا الروح القدس هو المعلم الأعظم, ولكن الروح القدس يستخدم أشخاص. وقدرنا نشوف الروح القدس بأسيس إلي, قدرنا نشوف الحياة, قدرنا نشوف من حكياته, من حياته, من تضحيته, قدرنا نشوف الرب يسوع. Generally, I saw, I want to say he has a gift. In Ephesians chapter 4, there are 5 gifts offices. So I saw one of them teaching in his life. بالحقيقة مثل ما قري هلا رسالة أفسس إصحاح الرابع, في 5 خدمات الرب وضعهم بالكنيسة: الرسول, النبي, الراعي, المعلم, والمبشر, الراعي والمعلم. أنا شفت في المعلم بكل معنى الكلمة خدمة من هالخدمات الخمسة متجلية بالأسيس إلي. Plus, as pastor explained in his preaching, or I don't know, his speaking, temptation is not finished in our life. In every life, in our daily life, temptation is happened. So we can pass this temptation not by learning, not by teaching, by help of Holy Spirit, by help of grace of Lord. بقول التجربة, التجارب مش معناتها هلا عم يتخرجوا يعني رح توقف التجارب والامتحانات, لا, نتعلم. التجارب رح تجي, الامتحانات حتجي, ولكن نتعلم كيف ننتصر بكل تجربة وننتصر بكل امتحان بنعمة يسوع يلي معنا. Actually, knowledge is necessary. Wisdom is necessary, but it has to be helped by grace. Okay. المعرفة مهمة طبعا, والحكمة مهمة, ولكن محتاجين مع النعمة, مع المحبة, الحكمة والمعرفة محتاجين نعمة الرب تحملنا. Finally, I want to say thank you, Pastor Eli. Thank you, Pastor Said, in behalf of my church, Ethiopian Full Gospel Church, which is found in Sabdiye. Thank you. God bless you. باسم كنيسة الإنجيل الكامل يلي تابعة على هالكنيسة, واحدة من كنايسنا للسبتية, بقول شكرا لكم. شكرا أسيس إلي, شكرا أسيس سعيد. ما بعرف, أنا قلي بالعادة أوقف هون وأحمل ميكرو وأحكي, والمعروف أنه أنا ولا مرة بحمل ميكرو إلا ما أكون محضرة وكاتبة الأشياء بدي أحكيها, لأنه الوقفة هون فيها مسؤولية. إنما اليوم لما قال لي الأسيس أنه لازم كل واحد منا يعطي شهادته ويحكي كلمة, فكرت أنه أكتب شيء. رجعت قلت لا, ما بدي أكتب, لأنه ما بدي تجي لما الواحد يحضر تجي الكلمة من الفكر, إنما حابة اليوم الكلمة تكون نابعة من القلب, فحبيت ما حضر وتكون الكلمة ارتجالية. من 3 سنين بال2010 لما شفت زملائي وأخوتي بالكنيسة هون كانوا عم يتخرجوا, ومثل ما أعلن اليوم الأسيس رزوق أنه الباب كمان للأشخاص التانين اللي عم يخدموا أنه ينضموا لهالكلية, كنت أمام تحدي لأنه كنت جديدة بالإيمان. ونفس الوقت حب أعرف أكثر عن الرب. والمعروف أنه أنا من النوع اللي بحب يتعلم ويسقف حاله, فكنت أمام تحدي, هل يا ترى أنه بفوت, لأنه مش هينة كمرة متزوجة وعندها 3 أولاد وخلال النهار ما بتكون موجودة بالبيت بتشتغل, أنها كمان من عشية تخصص وقت لكلية اللاهوت.
إنما رجعت قلت بيني وبين حالي إنه ليش كل مرة أنا لما أكون بدي أعمل شغلة بتحدى نفسي وبعملها للآخر، ولما إجا الدور للرب رح أتألأز وكون مرددة. فقلت لا، بدي فوت وبدي كفي. ما بنقول إنه خلال الدراسة واجهنا كتير صعوبات. ما بعرف، أنا رح أحكي عن حالي، يمكن بعد الأوقات ما كنت كون حابة إجي على الكلية، بعد الأوقات كنت إجي، يمكن مش رح أقول غصب من عني، كنت إجي وتعبانة، والقسيس بيشهد من بعد نهار حافل إنه عشية أحضر صف شغلة مش هينة. كتير أوقات فكرت انسحب، رجعت قلت لا بدي كفي، والرب بيعطي نعمة إنه نكفي. واليوم أنا واقفة قدامكم من بعد ما تممت صفوفي بهالثلاث سنين واستلمت الشهادة. الثوب التخرج يلي لابسته والشهادة اللي أخذناها اليوم يمكن ما تكون من شهادة بدرجة دكتوراه أو من كلية لاهوت معروفة عالمياً، ممكن تكون الشهادة متواضعة من كنيسة موجودة ببرج حمود. إنما هيدا الشيء ما بيعني إنه ما بيعطيني استحقاق جديد بإنه أنا اليوم أمام تحدي جديد. وبالفعل ما بنكر إنه لما لبست الثوب استحقيته، لأنه الموضوع منه حبر على ورق أو ثوب واحتفال، الموضوع أعمق من هيك بكتير. وأنا اليوم واقفة قدامكم وحاسة بمسؤولية، ونفس الوقت بقول أنا جاهزة ومسلحة لتحديات جديدة، لصعوبات جديدة بالحياة، لعوائق جديدة. أما نفس الوقت أنا جاهزة لانتصارات جديدة مع الرب بنعمة الرب. مثل ما هو وصلني لهون، أنا جاهزة انتقل معه على مرحلة جديدة من الإيمان. واسمحوا لي اليوم كمان استغنم الفرصة وقول بعد كلمات الشكر، ونفس الوقت بعد كلمات الاعتراف قدام كنيستي وإخوتي. أكيد كنت بتمنى أمي وبي يكونوا هون، الله يطول بعمرهم، هن بأمريكا، ومثل ما قلهم بالعادة يفتخروا ببنتهم الكبيرة يشوفوني بهذا الموقف. رح أبعث لهم الفيديو أكيد حتى يشوفوني. كمان بدي أشكر أسيسة سعيد ديب والأسيسة سيسيل يلي هن على طول كانوا دعم، مش بس بكلية اللاهوت، بكل مسيرتي من وقت ما تجددت من 2006، يلي هن كل عمرهم دعم وتشجيع لإلي. بصلي وبطلب أني أكون على قد ثقتهم، وبصلي أني أكون بما أنه أنا بساعد الأسيس خلال النهار بالمكتب وبخدم معه، كون على المستوى المطلوب يلي يليق لشخص انه يكون مساعد للأسيس سعيد. والشكر الكبير كمان على الأسيس رزوق يلي عطى من وقته ومن صحته ومن مجهوده ومن سهر الليالي حتى يحضر لنا الدروس يلي عطانا اياها، وبعتذر منه وبسمح لنفسي أحكي عنه ونيابة عن زملائي إذا قصرنا ببعض الأحيان أو كان عنا عدم تقدير أو ما بعرف. كلمة اعتذار لازم تكون موجودة، وكلمة شكر مع أكيد. وبدي أرجع لعائلتي المصغرة يلي مكونة من زوجي وولادي. مثل ما زوجي هو شريكي بالحياة بالحلوة والمرة، كمان هو شريكي بالنجاح، فبقدم هيدا النجاح لإله كمان. وكمان من هون بعترف وبعتذر إذا كنت عم بقصر بأي شيء بحياتنا العائلية، لما أكون أنا موجودة هون خلال النهار أو من عشية بوقت الصفوف. يمكن إذا بتسألوه بالنسبة لإله ما عم بقصر، بس بالنسبة لإلي بقول لك جورج إنه إذا كان فيني أعمل أكثر كنت عملت. وبرجع لأولادي الثلاثة إليو إليت وإيمانويل، يلي كل مرة بيكون عندي فحص بيجوا بيحتضنوني. كان ينقلب الدور، يعني بدل ما الأم تجي تقول لأولادها شو درستوا شو عملتوا شو جبتوا، كانوا هن يقولوا لي يلا فوتي ادرسي عندك فحص، ولما أروح على الفحص وأرجع يكونوا ناطريني شو عملتي قد إيه أخذتي فرجينا. كمان بكرر صلاتي اليومية وبطلب من الرب إنه يسدد كل احتياج أو فراغ عاطفي عم بتركه بحياة أولادي. ف
فكمان بشكر كنيستي واخوتي يلي كانوا عم بيرافقونا بالصلاة خلال هالثلاث سنين. بتمنى عليكم انه تكفوا عم بتصلوا لانه التحدي هلا صار اكبر، لانه نحن امام مسؤولية وانتم شهود على هيدا الشيء. فهلا بنهاية هالكلمة، فحابين نحن كطلاب البايبل كوليدج نقدم جست صغير للأسيس إلي رزوق كعربون عن محبتنا وتقديرنا لإله. Of your heart and how they give us hope and how they give us life in Jesus. في ترنيمة قطعت نحن ونرنم فدية يا أوفى صديق. فدية نعم هو صديق لإلنا، صديق لإلي شخصيا. إنما في مثل لبناني بيقول بتعرف فلان؟ بقول له ايه بعرفه. قال له معاشره؟ قال له لا ايه ما بتعرفه. فيلي تعلمناه بهالثلاث سنين تعلمنا عن الرب، صرنا نعرف عنه. انما صلاتي اليوم انه نعرف الرب مش نعرف عنه. فبتمنى انه كل كنيسه يكونوا عم بيصلوا لهالتوجه انه نحن مش بس نعرف عن الرب انما نعرف الرب شخصيا. وهلا كمان في بعد بس مش للأسيس رزوق، في كمان كادو صغير للأسيس سعيد. بس تنشكره لأنه هو أسيسنا وحاضننا دايما، ونفس الوقت حتى نقول له هابي بيرثداي. عيد ميلاد الأسيس بعد ثلاثة أيام، واليوم الأحد بنكون مجموعين كلنا، فهيدي هابي بيرثداي من تلاميذك. أمين. مش أكبر منه. أمين. ثانك يو. رح ناخذ هلا كسر الخبز مع بعض، بس خلينا نقول كلمة صغيرة لهم. إيه يلي صار بهالثلاث سنين بالحقيقة خليني أحطكم قدام تحدي كان كتير صعب عليهم وعلى الأسيس إلي وعلي. مرقنا بالعاصفة بالسفينة بقلب العاصفة، كانت عشوائي كنا وقعنا، بس لولا نعمة الرب على حياتنا دخل على المستشفى تعذب. يعني الأسيس إلي يعني معركة روحية، إبليس حاول ياخد حياته ولتري اللي وصل للموت. كل واحد منهم فيني أخبركم الصعوبات يلي مرقوا فيها. يعني سنين كنت شوفها عم تبكي مش قادرة تلحق على البيت وعلى الدرس ولا الفحص، كانت عم تبكي كذا مرة قلت لي بدي واقف. قلت لها لا كريستين بتكملي باسم يسوع، يلي بلش معك بدي كملي، صلي معه نضل ندعمها. فرات اجا وقت ما عدنا شفناه بالكنيسة، المعركة كانت كل واحد منهم كان في معركة قوية على حياته، والرب رجع قوت. يعني كمان مرقت بمعارك أنا ما بعرفها كلها، بس فيزا واضطرت تطلع برات لبنان وتجي. وباسي كمان سافرت أسيسي فيكي بنتي وبقي لحاله، وضغط زيادة على حياته وضغط. كل واحد منه طلع من نار. تعرف شو النار؟ ثلاث سنين نار. ولكن هاليلويا بنوقف اليوم وبنعترف ونقول إلهنا صالح، إلهنا حي، إلهنا رائع. نجحنا. بابا دول عادينكم تحدي انه الموسم الجاي رح نبلش الدورة الجديدة بأيلول 22 أيلول. هذا الإنسان بده صلاة. القصة مش يجي يعلم، القصة روحية، قصة عم يصارع أرواح شريرة شياطين على المنطقة. قصة عم يطلع خدام بيعرفوا الكلمة يواجهوا إبليس. بده صلاة، ما تتركوه لحاله. أنتوا المتشفعين هون إبليس حطوه على رأس القائمة. أمين. هل حرزاني انه واحد يمر بكل الصعوبات لا يوصل لهون ويكمل؟ اكيد اكيد.